السلام عليكم ورحمة الله. بنكمل مع بعض في محاضرات الفارماكولوجي الخاصة بشعبة الطوارئ. معانا شابتر جديد، هو هنتكلم فيه عن موضوعين، عن موضوع النوزيا والفومتنج او الانتي ايميتك دروجز او الادوية المضادة للقيء، مع كمان الادوية المضادة لقرح المعدة. اول حاجة هنتكلم عن الانتي ايميتكس، هي الادوية اللي بتعالج القيء. انا عندي القيء بيبقى حاجتين، يا اما نوزيا هو الاحساس ما قبل القيء ان هو الانسان بيشعر ان هو يميل الى القيء، وعندي الفومتنج اللي هو عملية خروج البقايا الطعام او العصارة الهضمية من المعدة لبره الجسم. نوزيا كانوا بيقولوا ان دي الكلمة اللاتينية للشيب، يعني المركب، من كتر ما كان بيحصل دوار بحر، وهو unpleasant sensation، احساس سيء من القيء. هو عبارة عن contractions، يعني انقباضات بتحصل في المعدة، وطبعا القفص الصدري كله بيحاول، يعني كل اعضاء الجسم بتحاول انها تخرج المكونات اللي جوه المعدة من عن طريق الفم. اسبابها كتير قوي بقى، ممكن بسبب infection. دي يا جماعة بتكون زي ما قلنا، دي علامة ربنا خلقنا بيها، أو زي طريقة للتخلص من البكتيريا أو من أي حاجة سيئة بتخرج بره الجسم. هي بتبان لنا إن هي حاجة مش كويسة، لكن دي طريقة للجسم للدفاع عن نفسه أو حماية نفسه. طبعا في أدوية كتير بقى، كل الأدوية اللي احنا اتكلمنا عليها السايد افكت، نوزيا وفومتنج ومش عارف ايه، بس طبعا من أشهر وأكتر الأدوية اللي بتعمل فومتنج بطريقة سيئة جدا هما العلاج الكيماوي. العلاج الكيماوي من الحاجات اللي لازم بناخد أدوية عشان أتجنب هذا العرض الجانبي. طبعا اتفقنا ركوب أي حاجة زي المركب، أو حد، ناس كتير بتدوخ من العربيات حتى. بعض الأمراض اللي بتسبب كده زي مثلا برين تيومر، الورم في المخ، كتير أوي لما بيضغط على مركز القيء في المخ بيعمل ترجيع. فدايما بيكون علاج الترجيع ده ان انا اعالج السبب. والله في دواء معين لو اقدر اوقفه او ابدله، في مرض، في عندي جاسترونترايتس نازله معويه، احاول ان انا اعالجها او حتى على الاقل اعوض السوائل. الميكانيزم معقد، كذا حاجه بتشترك مع بعض. تعالوا نشوف كده الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. دي رسمه في الكتاب، هو ازاي بيحصل فوميتنج. بصوا يا جماعه، عندي كذا حاجه بتشترك مع بعض في موضوع الفوميتنج ده. المخ اوكي مع المعده مع الحواس ممكن كلها تشترك معايا. يعني ايه؟ انا عندي دلوقتي شفت حاجه مقرفه، او شميت ريحه مش كويسه، او حتى فكرت، بالنسبه حتى المرضى يعني الكانسر لما يكونوا لسه رايحين الجلسه ولسه ما راحوش ولا خدوا الدواء اللي بيسبب القيء، لسه ما راحش، مجرد انه عارف انه رايح الجلسه بيبدا انه يرجع، يبقى دي حاجه نفسيه. يبقى شم ريحه او طعم او حتى تفكير، كل ده يبدا ان هو يعمل ستيميليشن او يحفز، يبدا ان يحصل ايه، المعده تبدا ان هي ايه، تحس ان في احساس ان هي كانها عايزه ترجع. عن طريق ايه يا جماعه؟ ان المخ عن طريق ان في حاجه اسمها كيمو تريجر زون. كيمو تريجر زون دي اهي موجوده هنا، دي اسمها سي تي زد، خلاص، كيمو تريجر زون، تبدا انها تبعت اشارات للفوميت عن طريق الفوميتنج سنتر. شوفوا الترجيع دي سنتر، دي مركز في المخ، سبحان الله. والله فعلا يعني الترجيع ليه مركز في المخ، خلاص. يبدا الفوميتنج سنتر ده يبعت اشارات للمعده يقول لها انقبضي، ابداي يطلع اللي جواكي، خلاص. ده اللي بيحصل. تعالوا نشوف كده الفوميتنج سنتر اللي موجود في المظله، ده جزء طبعا من البرين، في البرين ستيم، في الجزء الاسفل اعلى السباينال كورد، بين البرين والسباينال كورد المظله ده. طبعا ريسبوند كنوع من اللي هو استجابه لاستيميليشن اوف ماني بيريفيرال ارياز، زي ما اتفقنا، ريحه او سوء او تفكير او اي حاجه، بيبعت عن طريق السي ان اس، الكيمو تريجر زون اللي موجوده في المظله دي، والفيستيبولار ابريتس. الفيستيبولار ابريتس ده مركز الاتزان اللي موجود في الاذن الوسطى، تمام. عشان كده الناس اللي عندها التهاب في الاذن الوسطى دايما تشعر بالدوار، مركز الاتزان بتاعي في ودني.
and cerebral cortex. كل دول بقى ايه مع بعض بيعملوا ايه؟ selection of anti emetic طبعا يعتمد على الكوز بتاعي، كل ده اتفقنا بيبعت اشارات للمعده يقول لها انها ترجع، وان انا بختار الانتي ايميتيك على اساس السبب والعرض اللي انا شايفاه قدامي، بحاول ان انا ايه اتجنب او اقلل موضوع الترجيع. هذا الكيمو تريجر زون ادي فومتنج سيت نيرسينج كونسيدريشن، اخد تاريخ كامل للمريض اعرف هو ايه المشكله عنده طبعا مع الطبيب طبعا. increased intracranial pressure or intestinal obstruction دي مهمه قوي قوي، دي خطوره احيانا ان انا ممكن الترجيع ده يكون بيديني علامه ان انا عندي ضغط المخ مرتفع، intracranial pressure عالي. اتفقنا ان اي حاجه بتعمل ضغط على المخ هتعمل ضغط على الفوميتنج سنتر وهيحصل قيء، فدي علامه الجسم بيقول ان في مشكله. لو intestinal obstruction في انسداد في الانسداد معوي بتحصل كتير، ناس عندها امراض مزمنه او اطفال او حد بلع حاجه او كده، ده بيعمل له انسداد معوي فيبدا ان هو يرجع. فلو انا اديت انتي ايميتيك عملت ايه؟ ماسكينج، نفس فكره المسكن اللي انا اديته وازاي ده فرقعت. يبقى انا هنا لازم اعرف سبب الترجيع قبل ما اعالجه واوقفه. caution the patient that drug tends to cause drowsiness with dizziness advise him or her to avoid hazards. بعض الادويه اللي بتقلل القيء زي ما قلنا في محاضره الانتي هيستامينكس، هنقول يعني في محاضره الانتي هيستامينك بتاع الدرامينكس، الدرامينكس ده مضاد الهستامين وباخده في الدوار، ده من ضمن السايد افكتس بتاعه ان هو بيعمل دوخه وبيعمل احساس ان انا عايز انام، فبلاش مثلا حد يسوق او حد يعمل حاجه خطره. مين بقى الانتي ميتكس اللي احنا هنتكلم عليهم؟ اول واحد اسمه ميتو كلوبرامايد، ميتو كلوبرامايد اللي هو بريمبرين تمام، بيشتغل على الدوبامين ريسبتور، هو بيشتغل كدوبامين ريسبتور انتاجونست، بيشتغل سنترالي وبريفرلي. تعالوا نشوف الرسمه اللي بعدها وبعدين نفهم. عندي في الفوميتنج سنتر عندي ايه بيشتغل على ماده اسمها الدوبامين، خلاص في البرين هنا في الفوميتنج سنتر والكيمو تريجر زون، وفي نفس الوقت عندي في المعده دوبامين ريسبتور برضو، فالميتوكلوبرامين بيشتغل على الاثنين، بيوقف الاثنين دول فيقلل الفوميتنج. خلاص relax the pyloric sphincter we increase the peristaltic of duodenum resulting accelerated gastric emptying intestinal transit. يعني ايه؟ عندي انا في المعده، تعالوا نشوف برضه ادي بصوا عندي صمام هنا، صمام هنا ده عشان الاكل ما يرجعش لفوق، والصمام ده عشان الاكل ينزل على الامعاء، ده اسمه pyloric sphincter. انا عندي لما انا احفز ده كده واوسعه واخليه بقى ايه يشتغل معايا كده وابدا احرك الامعاء بسرعه، فالاكل ينزل لتحت بسرعه وما يبقاش فيه فرصه انه يطلع ويرجع تاني. خلاص هي دي فكره ايه كل ده بيشتغل، الميتوكرومايد بيعمل كل ده. ادي البمبرين بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في حاجه اسمها الجيرد ديزيز، جاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز. عارفين ارتجاع المريء؟ هو ده. ايه بقى ارتجاع المريء ده؟ جزء من الحامض بيطلع عندي فوق المفروض ما يطلعش، فاكرين الصوره بتاعت الاستومك اللي احنا شايفينها؟ كان في عندي صمام فوق، الصمام فوق ده المفروض يبقى قافل بشكل كويس، لو الصمام ده حصل ضعف في العضلات بتاعته الاقي جزء من الحامض يطلع لي فوق يحسسني بحرقان في الصدر، تلاقي المريض بيقول لك نار في صدري. ده اسمه ارتجاع في المريء، حتى بيحصل حتى في الاطفال اللي لسه مولودين. فممكن ادي الميتوكلوبرامايد، بديه ليه؟ مش عشان الترجيع يا جماعه، لا عشان هو بيسرع حركه الامعاء فيخلي الاكل ينزل بسرعه والحامض ايه ما يطلعش لفوق. قبل وبعد الانستيزيا كتير قوي من الناس اللي بتاخد تخدير ممكن انها ترجع خصوصا بعد العمليه. all types of vomiting except motion sickness، دوار الحركه البريمبرام ما بينفعش معايا. سيبكم من اخر نقطه دي. سايد افكتس دايريا، دي بقى السايد افكت اللي الناس بطلت تستخدم بريمبران عشانها، اكسترا بيراميدال سايد افكت كونفولجنز، ممكن يعمل عندي اعراض جانبيه بما انه بيشتغل في المخ، ممكن يؤدي الى تشنجات، ممكن الاقي مش تشنجات بقى لازم اللي هو الشكل اللي هو الصرع ده، لا انا شفتها في حاله قبل كده، الحاله كان طفل صغير اخذ بريمبران اتحول بقى عامل زي العروسه الخشب تمام، زي اتخشب اتجمد كده بسبب البريمبران. الدومبري اهو بصوا الدومبري دون مور افكتيف ويز ليس سنترال ادفرس افكتس. مين الدومبري دون ده؟ موتيليوم. عارفين الموتيليوم؟ اكتبوا كده جنبه موتيليوم، ده
كويس وافكتيف كويس، وما بيعملش ايه السايد افكتس السنترال دي. عشان كده معظم الناس بقت تستخدم الموتينورم والموتيديم بدل البريمبرين. وندان سترون، وندان سترون ده بقى هتلاقوا استخدامه دلوقتي بقى كتير قوي قوي، اللي هو زوفران او دانست. دانست عشان هو اندان سترون، فخدوا كلمة دانست اللي في النص دي، دانست. خلاص ده يا جماعة كان الاول بيستخدم بشكل كامل او بشكل كبير في موضوع الكيموثيرابي. كيموثيرابي الترجيع والنزل اللي بتعمله كانوا بيستخدموا الاندان سترون. دلوقتي بصراحة بيستخدموها عمال على بطال، حتى في الجاسترو انترايتس وكله. الاول كان هو كان غالي جدا، الزفران ده غالي، الامبول ب 40 جنيه تقريبا. الدانست عشان مصري فبقى ارخص شويه، فبقى يعني في امكان الناس انها تشتري. بيعمل دايريا، بيعمل مشاكل في الكبد، بيعمل بريتس يعني زي هرش، هيدك، صداع، تاكيكارديا، كل دي سايد افكتس ممكن تحصل منه. اخلي بالي من الاريزميا عشان التاكيكارديا. لو حد عنده مشكلة في القلب، prolonged QT ده يعني حاجة بتتقاس في رسم القلب، ما ينفعش اديه. خلي بالي من liver functions. لو في hypokalemia او hypomagnesemia اصلحهم قبل ما اديه عشان ما يحصليش ايه اريزميا. كده خلصنا الجزء الاول الانتي ايميتكس. ندخل على البيبتيك ألسر. تعالوا بقى نعرف البيبتيك ألسر دي ايه مشكلتها وهنحلها ازاي. قرحة المعدة، هو ليه بتحصل قرحة في المعدة؟ ببساطة يا جماعة احنا عارفين ان معدتنا جواها حامض الهيدروكلوريك. طيب اي حد يعرف ان حامض الهيدروكلوريك ده لو نزل كده نقطة، احنا كنا في المعمل لو نزل نقطة على ايدينا اتحرقنا خلاص، تمام؟ يعني حامض قوي جدا جدا، بيسلكوا بيه البلاعات وبينضفوا بيه الحمامات. طبعا في منه مركز وفي منه مخفف طبعا يعني، بس انا بكلمكم ان هو حامض قوي مش حامض ضعيف. طب ازاي موجود في معدتنا؟ ما بيعمل ايه جوه؟ طيب بصوا يا جماعه، هو ربنا خلقنا بالحمض الهيدروكلوريك ده ليه وظائف جوه الجسم، خلاص وهنعرفها دلوقتي. لكن في نفس الوقت ربنا حمينا بطبقه من الميوكس، بطبقه من المخاط، دي مبطنه للمعده بشكل كامل. بالتالي ال HCL مش بيكون مباشر على جدار المعده نفسه، وبالتالي ما بيأذيش المعده عندي. طب لو حصل وان الميوكس ممبرين ده او الغشاء اللي كان بيحميني ده تآكل، هيحصل ايه؟ ال HCL هيطلع على الجزء على طول اللي هو في جدار المعده نفسه، ودي هنا من هنا بتحصل البيبتيك ألسر او قرحه المعده. خلاص يبقى دي الفكره، ان انا عندي حامض قوي قوي قوي، لو الحمايه بتاعتي اتشالت هتعمل لي قرحه. قرحه طبعا عارفين يعني ايه، يعني جزء طبعا ايه متقرح ومش مش بروتكتد. طب هو ال HCL بيعمل ايه في معدتي؟ حد ممكن يفكر معايا ان الحامض ده اول حاجه خدناها بقى في ثانويه عامه بيحول الان اكتف بيبسينوجين لبيبسين. مين البيبسين ده ومين البيبسينوجين؟ دي الانزيمات المسؤوله عن هضم البروتينات. بيبقى بيطلع عندي حاجه اسمها بيبسينوجين، ده بيبقى مش اكتف، يجي ال HCL يعمل له اكتيفيشن عشان ابدا اهضم البروتينات. الحاجه الثانيه بيقتل المايكرو اورجانيزم. لو طبعا الاكل بتاعنا اللي احنا بناكله بقى مش شارع او مش شارع، مليان مليان عليه الاف وملايين البكتيريا. خلاص في منها الضار وفي منها اللي مش ضار، بس ايه بقى اول خط دفاع عندي ان انا ينزل عندي في حامض المعده، والحامض ده قوي وبالتالي يموت جزء كبير جدا جدا من البكتيريا بتاعتي. ادي بقى شكل الالسر، ادي اهو الميوكس ممبرين انتوا شايفين، ادي المصل ده اللي هو العضله نفسها، صب ميوكوزا، ودي الميوكوزا ده اللي هي الجدار الايه اللي معمول من المخاط اللي احنا اتفقنا عليه اللي بيحمي الالسر. بص حصل تاكل، حصل تاكل بسبب الايه ال HCL، ان الحته دي ما بقتش محميه. خلاص ممكن الالسر دي طبعا تحصل في اي مكان، لو هنا في الاثنى عشر يبقى اسمها ايه؟ قرحه اثنى عشريه ديودينال ألسر. هنا في الاستومك نفسها فوق ممكن تحصل ايه؟ يحصل عندي زي ما قلنا السفنكتر او الصمام ده يبقى مرخي كده عندي، فال HCL يبدا يطلع في المريء فيعمل لي اسوفجيال ألسر. خلاص المفروض ال HCL ما يبقاش موجود في اي حته غير الحته البروتكتد دي بس. العلاج بقى اعمل ايه؟ عايزه اقلل الحامض، عايزه اقلل البرودكشن اوف HCL، ده هدفي. عندي بقى عندي مجاميع كتير صح، لكن اللي عليكم هنا مجموعتين هم ال H2 blockers والبروتون بامب انهيبيتورز.
هنعرف كل واحد بالتفصيل ونتكلم عليهم. ال H2 blockers example عليهم رانيتيدين فاموتيدين عيلة تيدين، خلاص عيلة تيدين. بروتون بامب انهبيتورز اوميبرازول بانتوبرازول عيلة برازول، خلاص بقى ايه ال H2 blockers. H2 blockers هيستامين 2 blockers. ايه اللي جاب الهيستامين هنا؟ الهيستامين هنا يا جماعة، الهيستامين المادة اللي كانت بتعمل حساسية ومش عارف ايه والقصة دي. انا عندي بيفرز هيستامين، لكن بيشتغل على ريسبتور اسمه H2. الهيستامين بتاع الحساسية بيشتغل على ريسبتور تاني اسمه H1. هناخد في المضادات الحساسية ان هما اسمهم H1 blockers، انما هنا ريسبتور بشكل تاني اسمه H2. طيب ال H2 بيعمل ايه؟ مجموعة معقدة من الرياكشنز مش عايزين ندخل فيها، في جدار في خلايا معينة اسمها البارايتال سيلز، هي دي اللي بتطلع لي ال HCl. الخلايا دي مميزة، شايفين ده كده الميوكوزا، وتيجي الخلية دي هي اللي بتطلع HCl. خلاص يحصل بقى حاجات كتير قوي قوي في الاخر، يعني في هنا عندي اهو ادي الريسبتور بتاع الهيستامين، يركب فيه هنا الهيستامين هنا عندي، يقوم مطلع لي في الاخر خالص H بلس. ايه ال H بلس ده؟ اللي هو البروتونات، البروتون هو ده الايه يمسك في الكلورايد ويعمل ال HCl. يبقى لو انا قفلت له السكه من هنا مش هيحصل اكتيفيشن، مش هيطلع بروتون، مش هيكون HCl. خلاص ادي الهيستامين H2 blockers زي راني زي الزنتاك. طبعا الكلام عليهم ان هم اتسحبوا، والاف دي اي قالت انها كارسينوجينيك، وقصه بقى ايه الله اعلم هتوصل لغايه فين. Reversible competitive antagonist of H2 receptors on parietal cells. اتفقنا parietal cells هي الخلايا الخضراء دي اللي كانت بتطلع ال HCl. Potent قوي inhibition of nocturnal or fasting but less inhibition at daytime. قوي في الحموضه اللي بتيجي بالليل وفي فتره الصيام او حد ما بياكلش، لكن اثناء النهار مع الاكل اقل شويه. ال H2 blockers سايد افكتس بتاعتهم headache constipation مشكلته تولرنس بيتعود عليه المريض بعد مده ما بيجيبش نتيجه معاه، hypotension bradycardia ranitidine ده اللي هو الزنتاك ما ينفعش لو حد عنده مشكله في الكبد، فاموتيدين احسن منه اللي هو الانتودين. المجموعه الثانيه بروتون بامب انهبيتورز. يعني ايه بروتون؟ بروتونات H بلس. بامب انتوا عارفين اللي هي ايه، مضخه. انهبيتورز موانع، من اسمها كده بصوا هي شرحت نفسها، الحاجه اللي بتمنع مضخه البروتونات بس كده. البارايتال سيل اللي انتوا فاكرينها دي، في عندي حاجه كده في الاخر بيعتبرها انها مضخه، خلاص الادويه دي بتقفل لي المضخه دي، فبالتالي ما تطلعليش البروتونز وما يتكونش الاسيد. بسميهم بقى اختصارا بقى، مش كل مره هقول بروتون بامب انهبيتورز بي بي ايز على طول، بي بي ايز. عيلة برازول زي ما اتفقنا، اومي برازول لانسو برازول بانتو برازول. الاومي برازول ده اللي هو اوميز، بانتو برازول اللي هو كنترولوك، خلاص دول الاشهر. بي بي ايز most effective acid suppressants، اقوى ناس في المجاميع كلها هم البي بي ايز، فعشان كده دي عشان هما بيشتغلوا على اخر خطوه قبل تكوين ال اتش سي ال. برو دراجز انهبيت بيزل، سيبوكم من الكلام ده. كايناتكس بتاعتهم الاكل بيقلل الفعل الامتصاص بتاعه بحوالي نسبه 50%، عشان كده لازم ادي المريض البروتون بامب انهبيتورز على معده فاضيه، لازم وانا بديله العلاج متواكل لا يبقى على معده فاضيه. خلاص احسن حاجه 30 دقيقه نص ساعه قبل الاكل، بيقعدوا مده طويله في الجسم لونج ديوريشن، مش كل شويه هقعد اضطر ان انا اخد منهم، ممكن اخد مره في اليوم او حاجه، بيشتغل في خلال ساعه. بيكسر في الليفر، بستخدمه في نفس الاستخدامات، ارتجاع المريء، اوسفجايتس يعني في التهاب في الاسوفجس زي ما اتفقنا نتيجه لجود الحمض، ديودن الالسر بس استخدمه لمده قصيره، ديودن الالسر هي في الاسم 10، بيموت الاتش بايلوري بستخدمه في الاتش بايلوري. مين هي الاتش بايلوري؟ الميكروب الحلزوني، وده من ضمن مسببات البيبتيك السر. خلاص فبستخدم معاه علاج اسمه علاج رباعي، في مضادات حيويه عشان تموت الميكروب الحلزوني مع الاوميبرازول.
الادفانس افكتس نوزيا فوميتنج مش عارف ايه، ايه اللي يهمني حاجه اسمها هايبوكلورو هايدرا اللي هي زي ما قلنا حاجه تزيد عن حدها تتقلب ضدها. زودت الموضوع بقى الاتش سي ال لا يفرز نهائي، وبالتالي ان كان الشغل اللي كان بيعمله ان هو يموت البكتيريا ما بيش هيموتها، فيزود الريسك اوف انفكشنز بالذات لو حد في المستشفى وعمال اديله كنترولوك او اديله حاجات بي بي ايز ممكن يحصل عندي حاجه اسمها هوسبيتال اكوايرد نيمونيا، نيمونيا جايه من عدوى المستشفيات ويجي له اتش بايلوري. فيتامين بي 12 ديفيشنسي بيقلل امتصاص فيتامين بي 12 لو استخدمته لمده طويله. انزيم انهبيشن ويز كلوبيدوجريل، مين كلوبيدوجريل ده؟ بلافيكس قلناه في كانتي بليتلت دراج، في انتر اكشن اكتشفوه مؤخرا ما بين الاثنين دول. سايد افكتس. شكرا جزيلا.